صباح الخير. صباح النور. انا دكتوره رنا. ازيك؟ الحمد لله تمام. انت اسمك ايه؟ اسمي حنان. عامله ايه يا حنان؟ الحمد لله تمام. قولي لي بقى مزاجك عامل ايه اليومين دول؟ الحمد لله ده انا مبسوطه قوي اليومين دول. اصل انا هخرج من المستشفى النهارده ان شاء الله. هتخرجي؟ هخرج. وبعد كده بقى راجل جوزي كنت انا جايبه ايه سفره ب 7000 جنيه قبل ما ادخل فين في المستشفى. اول ما دخلت المستشفى راح الراجل بايعها، وجوز بنتي طلقها قال لها ايه امك مجنونه. انا مجنونه؟ لا لا مجنونه ايه بس. ليه بقى يا حنان لما تخرجي من المستشفى تعملي ايه؟ ده انا شاطره قوي وذكيه قوي، بعرف 5 لغات. وبعد كده بقى اسالي المستشفى دي كلها عن حنان، يقول لك مين حنان، دمي اخف من عادل امام. ركزي معايا، لما تخرجي من المستشفى هتعملي ايه؟ اروح البيت واشوف عيالي وحشوني اصلهم. وبعد كده بقى محوشه كام؟ 1500. هجيب بيهم شويه فضل خير كده خروف اذبحه. ليه؟ عشان خرجت من المستشفى على رجلي كده بالسلامه، صح كده؟ صح يا حبيبي. شكرا يا حبيبي. العفو.